السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا صبحك الله هلا هلا بخير ابو السيد حمد، علي. الله يصبحك بالنور. شلونك؟ كيف الحال؟ الله يسلمك. القوه الله يقويك. منين القوه يا استاذ علي؟ القوه عقب 55 سنه. اجل خير يا رجال، توك شباب. شباب الا مير. على طاري الشباب، وش اخبار اها الله يهدينا وياك. المسألة مسألة حظ، والحكم بعد الله يهدينا وياه. تراه يا سيد علي انت رحت بعيد. انا قصدي الولد، وش اخباره عقب كلها الصحة المان؟ ولدي انا لا ابشرك الحمد لله بخير وطيب من اروع ما يكون. الحمد لله. سيد علي المعاملة حقتي وش صار عليها؟ وش اخبار؟ على طار المعاملة، طبعك معنا تغير يا الكليجة. وش اخبارها؟ الكليجة بالطريق. ايه بالطريق. معاملتك طال عمرك يبغى لها شوي تدقيق، والمعاملة عند الاخ ابراهيم. اهدأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. صبحك الله بالخير يا استاذ ابراهيم. صباح النور والسرور. وشلونكم؟ يلا حيه. طيبين؟ خير يا مال خير. وش اخبار العماره مين؟ والله ابشرك كل شيء تمام والتوفيق بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ولا بقي علي الا البويات بس وتطلع اخر حلاوه. الحمد لله، ان شاء الله ما يدخلها عدو. الله يسلم. استاذ ابراهيم وش اخبار معاملتي؟ صار فيها؟ والله من عندي يا ابو حمد هي خلصت، بس باقي الاخ سعد بس يشير عليها بس تنقطع صغير وتنتهي. ايه لا السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا ابو حمد. صبحك الله بالخير يا استاذ سعد. صبحك الله بالخير. ما شاء الله مبروك في السيارة الجديدة. الله يبارك فيك. والله يا هي ابو حمد، سيارة عزم وراحة. اي بس يا استاذ سعد وين السعر؟ السعر غالي. لا يهمك لا يهمك، الاقساط على 60 شهر وبدون دفعة اولى. اي الوعد الحقوق. قلت شيء يا ابو حمد؟ لا لا ما قلت شيء. اقول الله يطعمك من خيره ويصفيك شره ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله ويسلمك. الله يسلمك. يا استاذ سعد معاملتي الله يجزاك خير وين؟ معاملتك؟ اي والله. وش موضوعها؟ موضوعها تقاعد مبكر. اي هذه مرجعها الاستاذ علي من 30/5. اهدأ. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا ابو حمد. صبحك الله بالخير يا استاذ علي. صبحك بالنور. كيف الصحة؟ صحة الولد شلونها؟ عساها طيبة. الله يسلمك. استاذ علي يقولون المعاملة حقتي عندك. معاملة حقتك عندي؟ ايه معاملة. وش موضوعها؟ موضوعها تقاعد مبكر. أوصيك أنا جدك أبو سعد. سامي وش آخر الأخبار؟ آخر الأخبار وحدوا ألمانيا. وحدوا؟ إي وفرقوا روسيا. فرقوا ومتقاطين بأفريقيا. ومتقاطين ومتعازمين على البوسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا شباب. الآن إن شاء الله راح أوزع عليكم أسئلة الاختبار. أرجو طبعا منكم الهدوء، قراءة السؤال زين، التركيز في السؤال، اختيار أيضا السؤال الأسهل والإجابة عليه علشان نكسب الوقت. لا أحد يستعجل، عندنا ساعة ونص كافية بإذن الله إن حنا نجاوب على كل الأسئلة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل 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 بكل هدوء
حاول انك تجاوب. ما في داعي طبعا ان حنا نستعد نقرا السؤال زين، نستوعب ونحاول نجاوب على كل فقره. تفضل تفضل. سموا بالرحمن وابدأوا. ركز يا ابني، ركز زين. تفضل. تفضل. بالنجاح ان شاء الله. تفضل. بالنجاح. موفقين. موفقين ان شاء الله. نعم، وش تبي؟ وش تبي؟ أريد حلا. يا رب! هذه آخر ورقة. إيش؟ أنا ما أدري أنت ليه بتكره بابا فرحان يا ودود. ودود جميل. جزيرة فيها أغراض. يحاول يسوي شيء يضر الجزيرة. راح يموتني بابا فرحان. راح يموتني. إيش؟ شفتوا إن بابا فرحان ساندكي؟ بابا فرحان يا حكيم الجزيرة قدر ينتصر عليك. بتاتا نهاية إطلاقا. أهم شيء إن أنا ما راح أموت من الجوع. مو كده يا أولاد؟ بابا فرحان يومياً الثالثة عصراً على قناة ذكريات. أهلاً بكم. أهلا وسهلا فيك. متحسن كتير هالصالح، تأثر بأسلوبي وصار يعرف يكتب برقية، وهالشي بيخليني أعطيه بنتي صفية. أفايز أفايز مورب معروف ربحت الجائزة الثانية مليونين ليرة يا دكتور. نعم، هو بصراحة في شي من هاد. نطبل له ونزمر له لكان أبو رضا. أنا. أنت؟ العلامة اللي لولاها كنت بقدر جيب المجموع العام بالبكالوريا هالسنة، وين راحت؟ مرايا يوميا 11:30 مساء على قناة ذكريات. كم الساعة بالله؟ حوالي 3:30.
اوه ابى استاذنكم يا الربع، انا عندي موعد مهم. بدري يا اخوي قاعدين مستانسين نسولف. بدري من عمرك، والله بروح افتح الدكاتره الساعه 4 ان شاء الله بفتحها وترزق الله. خلوا على السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا جماعة يا حب هالاد من جمع القروش يا الربع، بس يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا بدر، من اللي ما يحب الدراهم هالأيام؟ قل لي. كل يحب الدراهم يا أخوي، كل يحب الدراهم، كل يجمع الدراهم، بس في ناس تبين عليهم مو بيجمعونها ويكنزونها سنها طوابع. لا أنت ما انتبهتوا للثياب اللي عليه. لا، والكوت، الكوت يا جماعة اللي عليه ذا من 10 سنين وهو يكد فيه، ترى كان لونه كحلي ومن ضرب الشمس والغسل وضرب الشمس والغسل طلع رمادي. لا يا الربع، شفتوا كندرته؟ ترى من 10 سنين، 10 سنين ما غيرها. لا، ولا بوزة، لو تشوفون بوزة مرتفع قاعدين كذا تقل ساكنين في طلعة. يا الربع، الدراهم، الدراهم اللي ما تبين على راعيها وش ينبغابها يا الربع، وش ينبغابها؟ ايه يا مناس، جمعوها واتركوها، ما علينا الا تصدقون يا الربع اني سامع ان عنده 3 ملايين. لا يا الربع، شيء ما تدرون عنه، ساكن هو وستة اطفال وزوجته وامه وابوه بشقة غرفتين. موترة، ما شفت موترة؟ موترة دردعة ب5000. إلا تدرون ليش مشى بدري؟ مشى بدري علشان ما يوصلني، كل خايف إنه يصرف بنزين، لأنه هو عارف إن سيارتي بالورشة. تبي يوصلك؟ لا، كثر خيرك، تاكسي ب10 ريال، وعلى ما قال يقول عز نفسك تجدها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وراح. فهمت وش يقصد تاكسي ب10 ريال؟ وش يقصد؟ وش يقصد؟ يقصد انه انا وياك مالنا منه. ايه. لا لا لا، تعال، كلمة التو قبل شوي شو قول فيها؟ عز نفسك تاجدها. عز نفسك تاجدها، يعني حنا ذلينا نفسنا يعني. اتركها يا شيخ، اتركها، بس اتركها. اللي انت سمعت كلام عن ناصر؟ شوف بدر، هذا بالذات لا تأمن على سر ابد، طول النهار ويلف بين المكاتب، قال فلان وحط فلان، سوى فلان وعدل فلان، ما غير حش وبس. تعلمني فيه، تعلمني فيه هذا يا ما وقع بين ناس ويا ما حاس ناس ويا ما فرق اصدقاء. لا يهمك يا رجال، لا يهمك. صدق انه طلعني من سعير. شلون؟ مره جبت زبون لارض ابوه وكذب علي وقال لي ما بيعت، واكتشف انها مبيوعه والنفس الزبون اللي جبته. ظاهر اني تاخرت على موعدي. عندك موعد؟ عندي موعد، بس الظاهر ان مو صاير اهم من موعدي. طيب ما دام عندك موعد مو صاير اهم من موعدي، ورا ما تروح؟ خايف اروح وتحش فيني. حش فيك؟ مع مين؟ معك انت وياك. وانا بعد خايف اروح وتقعد لحالك تحش فيني. مع من؟ انت وسالم اللي هو انت. تدري؟ عندي فكرة. عندي فكرة. نفس الفكرة؟ نفس الفكرة. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. Ha.
مطار يلا تفضل يا خواجه تفضل مطار تفضل يا هلا يا هلا والله بالخواجة حياك الله في الرياض شفت الرياض good city ها big city كل مدننا والحمد لله كبار وزينات وما ترد يا خواجة يا كبر الخواجة كبران يا أخوي المفروض أنك أنت تدفع لنا أجرة مضاعفة وتري مال من يوم ركبت أقول يا خواجة أحيرك ما تردني هلو يا خواجة هواريو فاين وانا ما ترد الحين حاتي نفسي انا خواجة شفت شوارعنا وزينها لا وكبار ما شاء الله كبار مصممينها يعني على اساس انه اذا كان في واحد سمين مثلك يقدر يمشي بس تكفى حاسب على الرصيف تراك ثقيل ورا ما ترد تحاتيني سمعت اللي يقول احرك ما تتكلم اقول يا هلابك خاف ان هذا ما وده يعطينا اجرتنا اقول يا خواجه سواح انا سواح يا طول ليلك ان شاء الله جاب لنا ذا اتكلم معك انجليزي How are you? يعني وشلونك؟ يا أخوي ردحت أغي وردنا معه هيا رد علينا رد وراك ما ترد رد علينا نروح منا رد علينا رد حاتنا يا اخوي الشكوى لله اقول هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه يقول قم تسوي فنجال ترى الراس مصدوع زله وصفه عن سريب القموعي وانتام بالمجلس اسنافي وبالوع عده على الطيب وخلى البلوعي يوه انك بلوعي انت يا اخي ايش فيك من الصبح طايح فيني تهزين يا اخي انا من الربع تدري شلون حط لنا سامري خلنا نتنكس عليه عجيب وشلون أجل طلعت من الربع أنت ومخليني من الصبح أرغي وحاتي نفسي أجر قلبي جر لا تنال بصوني وبصوني سيد جره سيد جره أجر قلبي جر لا تنال بصوني
وصوني سدر جره سيل جره